التاسعة تماما بتوقيت الجزائر، موجز إخباري، أهلا بكم. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى بعد ذلك لقاء موسعا مع الوفد المرافق لوزير الداخلية للمملكة العربية السعودية. اللقاء حضره عن الجانب الجزائري مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل أمس أيضا رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية السيد محمد بيمب ميكت. اللقاء حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام. رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أشاد عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية بمستوى التعاون والتقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة. كان لي الشرف أن التقيت بفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كان لقاء ودي، وكانت لي الفرصة لأنقل إليه تحيات أخيه الرئيس محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتمنياته للجزائر رئيسا وشعبا وحكومة بالسعادة والازدهار، وأشاد بالتعاون بين دولتين الحكومتين وما شهدته الفترة الأخيرة من تقدم في أعمال وفي مشاريع كبرى. كما كلفني بتوصيل السلام وتمنياته لفخامة رئيس محمد الشيخ الغزواني وللشعب الموريتاني، وتمنى لهم السعادة والازدهار والتقدم. شكرا. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الذي حل أمس بنيويورك في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية. ويندرج هذا الاجتماع الذي تشارك فيه الجزائر باعتبارها العضو العربي الوحيد لمجلس الأمن، يندرج في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة وردع العدوان الإسرائيلي ورفع القيود التي يفرضها هذا الأخير على جهود الإغاثة الإنسانية. وعلى هامش الأشغال، سيعقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لقاءات ثنائية مع نظرائه من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذا مع عدد من ممثلي الدول العربية الشقيقة. أجمعت الدول المشاركة في القمة الثالثة للجنوب لمجموعة 77 زائد الصين بالعاصمة الأوغندية كامبالا على الالتزام بروح ميثاق الجزائر الذي أرسى قبل 60 عاما مبادئ الوحدة والتكامل والتعاون والتضامن بين بلدان الجنوب. كما أكد البيان الختامي للقمة التي شارك فيها الوزير الأول نذير العرباوي ممثلا لرئيس الجمهورية، أكد تبني المجموعة لعدة مقترحات أعلن عنها السيد الرئيس في الكلمة التي وجهها إلى المشاركين، لا سيما الدعوة إلى تعزيز مصالح دول الجنوب وقدرتها التفاوضية المشتركة داخل منظومة الأمم المتحدة. المجموعة نوهت أيضا بإعلان الجزائر بخصوص تطوير الشركات الناشئة الذي اعتمده المؤتمر الإفريقي
بالجزائر. وأكدت الوثيقة الختامية للقمة ضرورة دعم حق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي السياق نفسه عبرت الدول الأعضاء عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة والتهجير القسري الذي يتعرض له من قبل الاحتلال الصهيوني. في التعاون استقبل أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ألفارو لاريو الذي يزور الجزائر في إطار برنامج عمل يهدف إلى تعزيز التعاون ونقل الخبرات الزراعية التي تساهم في تطوير المجال الفلاحي من أجل تحقيق الأمن الغذائي. إنه من المهم جدا بالنسبة لنا استثمار في الشباب وخلق مناصب شغل جديدة. فبالنسبة لنا الفلاح هو منتج وصاحب مؤسسة، فيجب توفير المناخ الملائم ليحصل على وظيفة شريفة. هما عندهم حاليا برنامج مسجل على مستوى 3 ولايات، والدعم الفلاحي ولا سيما الدعم في التكوين وفي إنشاء مؤسسات صغيرة على مستوى الولايات كمستغانم كالما وبسكراني كتجربة أولية. هذا يسمعنا بانوس هذا البرنامج على مستوى كل ولايات لتوفر يعني على الشروط يعني المطلوبة من طرف الصندوق. في فلسطين المحتلة ولليوم التاسع بعد المئة لا تزال آلة الموت والدمار الصهيونية تقصف بكل وحشية ودون سابق إنذار منازل مأهولة بالسكان ليسقط خلالها العشرات بين شهيد وجريح في أنحاء متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة. الطائرات الحربية الصهيونية استهدفت 5 مراكز إيواء تؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس جنوبي القطاع ليرتقي على إثرها أكثر من 50 شهيدا وقرابة 100 جريح أغلبهم من النساء والأطفال، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 25,295 شهيدا وما يفوق 63,000 مصاب. هذا وتكبد الاحتلال خسائر فادحة باعترافه عن مقتل 24 ضابطا وجنديا من عناصره جنوب القطاع جراء انفجار مبنى تم تخزين ألغام فيه، وذلك نتيجة إصابته بقذيفة RPG من قبل المقاومة الفلسطينية. من جهة أخرى نفذت قوات الاحتلال الصهيونية حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس اندلعت على إثرها مواجهات أدت إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق واعتقال آخرين. رياض الآن. ولرسم الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول لكان كوت ديفوار يواجه المنتخب الوطني الجزائري سهرة اليوم نظيره الموريتاني بملعب السلام ببواكي. المباراة تتابعونها مباشرة على القناة الأولى الأرضية في تمام 9 مساء. هذا وكانت عناصر التشكيلة الوطنية قد أجرت أمس آخر حصة تدريبية بملعب الثانوية الكلاسيكية ببواكي بمعنويات مرتفعة وتركيز كبير، حصة وقف فيها الطاقم الفني عند جاهزية بعض اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في مباراة اليوم فضلا عن الجوانب الفنية والتكتيكية مع وضع آخر الروتوشات وضبط معالم التشكيلة الأساسية. في نتائج مباريات الجولة الثالثة من المنافسات الإفريقية وعن المجموعة الأولى، تغلب المنتخب النيجيري بهدف لصفر على غينيا بيساو، وفي المجموعة ذاتها فازت غينيا الاستوائية على منتخب كوت ديفوار برباعية نظيفة، فيما تعادل منتخب موزمبيق أمام منتخب غانا بنتيجة 2-2. هذا وتأهل كل من منتخب الرأس الأخضر والمنتخب المصري للدور الثمن النهائي من المنافسة بعد تعادل الفريقين في مباراة أمس بنتيجة 2-2.
وفي برنامج مباريات اليوم تلعب 4 مقابلات عن الجولة الثالثة. فعن المجموعة الرابعة يواجه إذن المنتخب الوطني الجزائري نظيره الموريتاني في تمام 9 مساء، وفي التوقيت ذاته والمجموعة نفسها تلعب مباراة المنتخب البوركينابي أمام نظيره الأونغولي. أما في المجموعة الثالثة يلاقي منتخب غامبيا المنتخب الكاميروني على 6 مساء، وفي نفس التوقيت ينافس منتخب غينيا المنتخب السنغالي. ختام الموجز الإخباري، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.